الراديو 90 90، هواها مصر. خد عندك. وفي سؤال برضو على السوشيال ميديا حاطينه على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام وكله، يعني كله هسأله للناس اللي مش بيتابعوا حتى من على السوشيال ميديا وبيسمعونا بس كده من على الراديو، هل تؤمن بوجود الأطباق الطائرة؟ في صحن طائر، صحن حلو، صحن من زمان ولحد دلوقتي دايما في جدل وكلام حوالين صحة وجود الأطباق الطائرة. ناس بتأكد وجودها وإنها حقيقة وموجودة بالفعل وبيستشهدوا بأحداث ومشاهدات حقيقية جدا، وناس تانية بيقولوا خيال وكذب وأفلام وFBI والCIA والحركات الأرعب. أول ظهور للأطباق الطائرة، خلينا بقى نمشي تاريخيا معايا، قالك كان إمتى؟ كان في أوائل الثلاثينيات في ألمانيا، وأداء أثر الرعب والفزع بين الناس وقتها، خصوصا أنهم قالوا شفنا 4 كائنات غريبة الشكل نازلين من أحد الأطباق الطائرة، وقالوا أن الكائنات دي كان طولهم حوالي 2 متر ولونهم أخضر. فاكرين شركة المرعبين لما قالوا أنا شفت الكائنة الإنسية وهي بتعدي من قدامي ونظرت لي بعينيها الاثنين. اما في امريكا فالموضوع بدا سنه 1947 لما كان في طيار اسمه كينيث ارنولد بيقود طياره فوق جبال بواشنطن، وكان في مهمه بحث عن حطام طائره نقل عسكريه، وقال شفت 9 اجسام غريبه على شكل اقراص وبيشكلوا حرف في في الجو وبيطيروا بسرعه غير طبيعيه وصلت لاكثر من 1700 ميل في الساعه. وقال الاجسام دي كانت بتتحرك بطريقه غريبه كانها بتتزحلق على الميه وكانت بتتزحلق على الهواء. سنه 1947 نشرت بعض الصحف الامريكيه خبر عن شاف طبق طائر متحطم في منطقة في تكساس. من الحاجات اللي الناس بتستشهد بيها على حقيقة وجود الأطباق الطائرة إن البحارة بيشوفوا كرات كبيرة مختلفة الحجم تطفو على سطح ماء البحر، والمشاهدات دي تكررت في أكتر من بلد، البرازيل وأمريكا وروسيا وإنجلترا. أكتر الأماكن اللي تم تسجيل فيها مشاهدات أو وهم الأطباق الطائرة لو كانت وهم أو حقيقة هي مناطق دايما صناعية. كتير من العلماء في اليابان وفي أمريكا وأوروبا أكدوا إن في حضارة متطورة برا الأرض، ودي بيحاولوا يعني يتعرفوا على الحضارات المتخلفة بتاعتنا من خلال زيارتهم لنا بالأطباق الطائرة. وكمان بيقولوا في اليابان أن أصحاب الحضارات دي بيهتموا بمراقبة التجارب النووية اللي بتتعمل على الأرض، لأن هم ما بيحبوش ده وعايزين يشوفوا يعني الإنسان هيأذي نفسه لحد إيه. والدليل على ده بيقولوا ظهور الأطباق الطائرة بيزيد دايما بعد التجارب النووية اللي بتحصل في أمريكا وروسيا، لأن من خلال التجارب دي كوكب الأرض بيدخل في حلقة التنافس مع الكواكب المتقدمة. رقيب سابق في الجيش الأمريكي أكد خلال مؤتمر صحفي لإظهار حقائق الأطباق الطائرة، قال الحكومة الأمريكية بتحاول تخفي حوادث كتير للأطباق الطائرة وبتأكد دوما أنها مجرد إشاعات ملهاش أي أساس من الصحة، على الرغم أن أنا شفت بعيني اصطدام بعض أطباق الطائرة بالأرض في بنسلفانيا سنة 1969 وشاركت في تحطيم واحد منهم. وبيقول لقينا وقتها جوه الحطام بعض الجثث والكائنات الغريبة، وعلى الرغم من كده رفضت الحكومة الإعلان عن الموضوع وأصبح سري للأبد. دائرة المحفوظات البريطانية في لندن أصدرت وثائق بتثبت أن وزارة الدفاع البريطانية حققت بالفعل في حوادث كتير للأطباق الطائرة وصل عددها لـ200. أول مذكرة فيدرالية بخصوص الأطباق الطائرة تقدمت في نيو مكسيكو الأمريكية سنة 1950 من واحد شاهدة بأنه شاف أطباق طائرة، وبيقول كل طبق كان فيه 3 شبه البشر، 3 مش أي رقم تاني، شبه البشر نوعا ما ولكنهم أطول من البشر العاديين، وقال أنهم لابسين ملابس لامعة حاجات كده سواري، ولبسهم كان شبه لبس الطيارين واللي بيتدربوا على الطيران. أكثر من 61% من الشعب الأمريكي مقتنع ومؤمن بوجود الأطباق الطائرة. أكثر من 50% من شعوب العالم مؤمنة وعلى يقين أن وجود الأطباق الطائرة ده شيء حقيقي. طيب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بيقر أن في أطباق طائرة. الحاجات الغريبة اللي اتقالت عن الأطباق الطائرة أن الأطباق الطائرة ظهرت في مصر القديمة أيام الفراعنة، وأن الملك أمنحوتب الثالث والله كنا لسه في سيرته لو في الأخبار اللي لقوه مرمي في الموقف. المهم يعني بيقول أن هو سجل المنحوتات قالت أن هو أقر بوجودها وسجل رؤيتها، وكان دليلهم كمان وجود الشيء بيضاوي الشكل موجود في نص منحوت في مقبرة أمنحوتب الثالث وفسروه على أنه طبق طائر، لكن الحقيقة أنه ما كانش طبق طائر ولا حاجة، ده كان حاجة اسمها كرات البرق، وهي ظاهرة طبيعية نادرة جدا بيظهر فيها البرق على شكل كور مضيئة وبتكون قريبة من الأرض. ناس كتير اتكلمت عن حوادث كمان اختطاف تعرضوا ليها من كائنات فضائية باستخدام الأطباق الطائرة. أنا هذا خد عندك اتكلمنا عن الموضوع، بس خلينا النهاردة يعني خلينا قريب ممكن نتكلم عن موضوع اختطاف الناس اللي تعرضوا للاختطاف هم مين.